السلام عليكم الاخوان الاخوات، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو بكم الرحله ونتقاسموا معكم الرحله ديالنا انطلاقا من مدينه ارفود في اتجاه الرصاني، لان هذا هو وسط مدينه ارفود. المسافه تقريبا هي 22 كيلومتر، اذا ما كاينش شي مسافه كبيره. الطريق هي الطريق الوطنية رقم 13 اللي جاية من مكناس ميدان الرشيدية إلى غير ذلك. Thank you.
ايه